السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة موضوعنا موضوع مهم ومفيد بإذن الله، هتستفيد منه كمسلم وهتستفيد منه كمسيحي. ولكن قبل ما نخش في الموضوع والحلقة وتفاصيلها، لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس ليأتيك منا كل جديد، وتنساش تدعمنا بلايك علشان تساعد الفيديو على الانتشار، واهم حاجة سيب لنا تعليق. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة على بيتريون، الرابط اسفل الفيديو، وكون شاكر ليك. نبدأ على بركة الله. موضوعنا النهاردة، وانت بتبحث على السوشيال ميديا او بتتفرج على التلفزيون او مرور الكرام او دخلت البيت شخص مسيحي وده مستبعد، يعني بتجد صورة بيسموها صورة المسيح او صورة يسوع المسيح او الصورة المعهودة المتعارف عليها. ولكن هل حقا هذه الصورة تعود وترجع للمسيح؟ دي نقطة. نقطة رقم اتنين، انت تعرف ان النصارى الافارقة يسوعهم اسود والنصارى الغربيين يسوعهم احمر وبيختلف من بلد لبلد؟ زي ما بقولك كده، انا حصل لي نفس اللي حصل لك ده اول ما عرفت المعلومة، وحصل لي نفس المنظر اللي امامك ده. طب ازاي؟ هقولك. الصورة اللي امامك ديت هم بيتخيلوها للمسيح، حتى انها مرات بتشابه الواقع، زي الصورة اللي امامنا دي مثلا بتشابه واحد موجود جنب الصورة. طيب هل الصورة دي او هل علماء المسيحيين يؤمنوا ان اللي في الصورة دي هو المسيح؟ يعني والاصنام اللي بيسموها ايقونات وصور بتعود لشكل المسيح دي بتعود للمسيح نفسه؟ لا، هم معترفين بكده. معترفين بكده. علشان ما طولش عليك، احنا كعادتنا طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه الف دليل، الجاهل يعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. عاوز الحق، يكفيك دليل واحد، خد معاك دليل بيأكد ان الصورة دي ليست صورة المسيح. كتاب شرح اصول الايمان، كتاب مسيحي مؤلفينه مسيحيين، اتسألوا سؤال: هل في صور المسيح الموجودة بين الناس ما يشبهه؟ قالوا ايه في الجواب؟ كلا، لانه لم يترك صورته لتلاميذه، وما تعلمنا من احد منهم ان مصورا اخذ صورته، فكل صور المسيح الموجودة في الكتب وفي الكنائس انما هي وهمية لا حقيقة لها، فقد يمكن ان تشبهه وقد يمكن ان تشبه غيره وقد يمكن ألا تشبه أحدا من الناس الذين عاشوا في العالم. المرجع بيقول لك بكل بساطة، الصورة اللي بين إيديك الآن دي لا ترجع للمسيح، محدش من التلاميذ صوروا ولا بلغوهم إن هم صوروه بنفس الصورة اللي أمامك ديت، ولا الكلام ده خالص. يبقى أنت بتتبارك. وخد بالك إيه المشكلة كمان، على المواقع المسيحية تجد إن هم جايبين صور وبيصوروها للمسيح ويقولك الصورة بتنزل زيت وبتنزل دم. وكان رد على الموضوع ده اخونا الحبيب احمد سباع في قناة البينة، يبقى راجع الفيديو هتستفاد منه جدا. في الختام، هذا ما اعلم، والله اعلى واعلم، ونسبة العلم اليه اسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك، وعجبكش ديسلايك، واهم حاجة سيب لنا تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.